كل مريض تو انا مريض 100%، كل يوم يقولوا لنا بكره بعد بكره بكره بعد بكره، صبر صبر طويل طويل كثير، 10 ايام انا ما قدرتش والله ما عادش نتحمل. الان لو كان يقدروا يقولوا لي دوك الجزائر نقولهم نعم. ما كاينش الناس مزيان، ما لقيناش ناس مزيان، ما لقيناش ماكله مزيانه، 10 ايام وحنا هنا في البحر، ما لحد الان باقي لا فامي نتاعنا ما ساقتش الخبر. Undoubtedly, the situations right now will be getting increased.